هذا لا يكفي، العبرة كل العبرة بالمواطن الخالية. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قم الليل، قم الليل بقول الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قم الليل بقول الله: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. قم الليل بقول الرب تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قم الليل بقول الله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قم الليل وأنت تقرأ قول الله: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم والمنين. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحها فنفخنا فيها من روحنا. ثم قال جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ردد قول الله: وأنا ربكم فاعبدون، واملأ قلبك فرحا أنك تقرأها وأنت عابد قابض بيمناك على يسراك تناجي ربك وتقرأ كلامه العظيم جل جلاله. هذا مما يعينك على أن يخشع قلبك. وفي القرآن آيات عظيمة يثني الله على فيها على نفسه، وقد قلنا مرارا في دروس في هذا الملتقى وفي غيره إنه لا شيء يجعل القلب رقيقا أعظم من أن يقرأ الإنسان الآيات التي يصف الله جل وعلا فيها نفسه. ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. وقد مكروا مكرهم في إبراهيم يقول: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. إلى غيرها من الآيات يخشع لها قلبك، تذرف لها عيناك، يرجف لها فؤادك، وتكون ممن قال الله فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا وأضرابه خير لك، وإن كان في ذلك خير، لا أتكلم خير بمعنى أخير، أفضل لك من أن تسمع لزيد أو لعمر، وإن كان في السماع للفضلاء والوعاظ والقراء خير عظيم. لكن العبرة كل العبرة بما تنفرد فيه بينك وبين ربك، هذا الذي يجعلك تحجم عن المعصية وتقبل على الطاعة، ويملأ قلبك انشراحا. ظلمة ليل لا يراك فيها إلا الذي لا يخفى عليه كل شيء. أنت ممن تريد الثواب؟ تريده من الله. ومن هذا الذي أنت تخشاه حقا؟ هو الله. فاصنع عملا لا يراك فيه إلا الله، ثم اطوي حتى في ذاكرتك، حاول أن تنساه. فإذا لقيت الله أكرمك الله جل وعلا بأن أظهره لك. والله إنه يوجد على الأرض من تعلم أنك لو صنعت له معروفا ثم احتجت إليه لأعطاك ولو كان عاجزا يستدين حتى يرد إليك معروفك. ولله المثل الأعلى، فكيف بالتجارة والتعامل مع رب العالمين
والله لو أعطاك كل ما تتمنى لا ينقص شيء مما في يده جل جلاله. ومع ذلك استصحب أن الله غني عنك وعن طاعتك، وأنت كلك فقير إلى الله جل وعلا كل الفقر. واقرأ القرآن بتدبر، الله يقول: وترى الملائكة حافين من حول العرش. لماذا قال الله بعدها يسبحون بحمد ربهم؟ التسبيح تنزيه الله عما لا يليق. قال ربنا يسبحون بحمد ربهم حتى لا يظن النظان أن الله محتاج لهؤلاء الذين يحفون حول العرش. فهم أنفسهم الملائكة ممن يحمل العرش أو من يطوف حول العرش أو من هو حاف حول العرش يسبح ويقول بلسان حاله ومقاله: أعلم أن الله غني عني وعن العرش وعن حمل العرش وعن أن أحف حول العرش. وأي أحد من سلاطين الدنيا ما رزق هذا، القدرة كلها من الله، لكن ما نال حظا إلا بتعظيم من حوله له، فلو لم يعظموه لسلب التعظيم، لا يشعره حتى في نفسه. أما الرب تبارك وتعالى لو أن أهل الأرض جميعا كفروا فالله غني، ولو أن أهل الأرض جميعا أطاعوا فالله غني. وهذا معنى قول الله: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وقول الله تبارك وتعالى على الوجه الأصح، معنى قول الرب تبارك وتعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، معنى الآية: لو أن جميع أهل الأرض آمنوا بالقرآن لم يزد ذلك الإيمان القرآن شيئا ولا مثقال ذرة من كمال، ولو أن جميع أهل الأرض كفروا بالقرآن وردوه وكذبوه لم ينقص ذلك من القرآن شيئا، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والله جل وعلا غني حميد عن كل أحد يعبده أو يدعوه أو يرجوه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نعود، خرجنا عن الموضوع، لكن